الشاعر محمود مصطفى دسوقي من قرية فرديسيا سابقا والطيب حاليا. يعني فرديسيا منعت بسبب الأحداث. نعم. بدأت أكتب الشعر وأنا في المدرسة الفاضلية الثانوية بطول كرم. وأول شعر مطبوع لي صدر وأنا على مقاعد الدراسة. وأقيم لي حفل تكريم بجامعة الأزهر غزة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الوحيد. وقلت أنا عربي فلسطيني ورغم قساوة المأساة ليس البعد ينسيني. أنا عربي فلسطيني ألا تدرين ترى تنسين فمنذ قرابة العقدين باعوها فلسطيني. علي تآمر الحكام والاستعمار بيع البهم باعوني وكانت أبخس الأثمان أمن لي من يساويني. ألا تدرين ترى تنسين ولكن رغم الاستعمار ورغم قساوة الأقدار ليس البعد ينسيني. أنا عربي فلسطيني. صاركم متجوزين؟ أربعين سنة. إيش تعلمتي من محمود السوقي وإيش أنتي علمتي؟ شو أعطيتوا بعض؟ لا أنا كنت يعني بالنسبة لأنه بكتب الشعر خطه مش هالقد منيح يعني كان يخليني أنا اللي أبيض له يعني كل دوين الشعر أنا بيدهم وطبعاً يتبعهم وهيك يعني. نعم. كنت أساعده بهذا الأشياء عشان هيك ببقى متذكر مرات إصابته يعني نعم. تتذكري أكل المهرجان حضرت؟ والله مهرجانات كتير صعبة يعني. كنت ترافقي بهاي المهرجانات؟ آه دائماً كنت أرافق. نعم. بس المؤتمرات اللي طلعها برا منظمات غير حكومية كان يندعى كثير يعني وطبعا مثلا جنيف فيينا بلجيكا بس بمصر انا كنت مع شو كانت ردة فعل الناس والجزائر ردة فعل الناس ايش كانت والله كثير كان كثير كثير ينبسطوا يعني كان يعني يلاقي تصفيق كثير عن جد يعني يعجبهم كل قصائده. أصغر الشاعر محمود دسوقي بضع سنين ما. وما أن تفتحت عيناي في سنوات الخمسين وإذا بي أقف أمام شاعر شاعر إذا قالت الطيبة شاعر عنت محمود دسوقي وهو بالهوية معروف بالشاعر وليس بمحمود الدسوقي. العلم نور ونور العلم يأتلك اقرأ فخلقك فيه الطين والعلك. العلم والدين صلوان فلا عجب من النجاح نسور العلم تنطلق منها وفيها علوم الدين مشرقة والخير بالدين أو بالعلم منطبق. يا إخوتي في ربوع العلم آن لنا نبذ الخلافات لا حزب ولا طرق لما الخلاف وفي الأوطان منتصب وأرضنا في لهيب النار تحترق. تحية من صميم القلب خالصة أهدي النجاح ومن فيها ومن سبق. كان يتميز بهذه الظاهرة طول الوقت وإذا بتروح تطلع على شعر وأدب وكله بعبر بصدق عن هاي الأشياء اللي تعشقها الحكم العسكري والظلم وعدم إعطائنا حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية عند السلطة الأنانية فيش مساواة اليهود بيعيش حياة واحد بيعيش حياة أخرى. لما كنت ولد صغير كنت أسمع قصائد محمود الدسوقي وهي تدافع عن الوطن خاصة أيام الحكم العسكري
كان الرجل موقف وما زال حتى هذه الأيام رجل ملتزم بالقضية طيلة العمر وهو ملتزم بالقضية. فلسطين هي حياته وهي الممات وهي الأرض وهي البيت وهي العشيقة. أنا أقول أنا كلمة واحدة والكل يسمعها، لا أعترف بواحد اسمه شاعر فلسطين ولا شاعر العرب، كلنا شعراء فلسطين وكلنا شعراء العرب. ولذلك لم يتعامل كثيرا مع الغزل لأن حبيبته وعشيقته هي فلسطين. نعم. اعتلى الدسوقي كل منصات الخطابة والمنابر، كل منصات منابر النضال وساحات النضال. نعم. وألقى القصيدة، كتب القصيدة في فلسطين. هاي كلها ظواهر موجودة وإحنا عبرنا عنها من خلال الكتابات تبعنا سواء شعرا أو أدبا. أرى الجماهير وأنا أشاهد الدسوقي يلقي القصيدة، أرى الجماهير تتمايل طربا بالإيقاع والموسيقى. نعم. يتقن فن الإيقاع. نعم. كان يكتب القصيدة على وزن. يعرف وين يرفع الصوت وأين يقف. نعم. فكان يلعب بالجماهير بعواطف الجماهير، أقصد يلعب إيجابيا. نعم. وكانوا يتأثروا بحساسية ما يقول. حي المعنى المناضل، لم يكتب فقط الكلمة المناضرة والإيقاع المناضل، في رأيي كتب المعنى المناضل. أنا شفت اللي بالخارج كثير كان يهتم بشعره وبأدبه ويطلبوا منه لقاءات شعرية مهرجانات إشي. طيب يعني في البداية بعض المدارس يعني كانوا يطلبوا يلقي محاضرات. نعم. فهو مثلا باللغة العربية هو اللي بيعرف تأسيسها ومنشأها وكل شيء. نعم. كان يجيبوا ناس من برا. الشمس من شعرها لسجد أشعتها، والنجم والبدر في الوجه قد سجدوا، والوجنتان كزهرات مفتحة، والعين بالعين لو خاطبتها تعدوا، والثغر جوهرة حمراء قد نكشت على بساط حرير زاله الجسد. كم صففت شعرها كالتاج تلبسه، واصطف من حوله الحراس واستندوا، كم صففته أنيكا فوق هامتها تحيط أذياله الشارات والعقد. تهتز كالغصن إذ مر النسيم به، والنهد رمانته للغصن تسترد، تهتز كالموج تبدو شبه عارية، فضج من حولها الجمهور واحتشدوا، كم يهتفون لها من حولها طربا، وأكوس الخمر لا يحصى لها عدل. إذا دنا هائم منها تقبله، يظل بالحب يجدو وهو يبتعد، فصفق الجمع مهتزا لها جذلا، بالحسن والخمر والألغام كم سعدوا. هذا الجمال إذا حاولت أنعته ليعجز الوصف عن تبيان ما أجد، كأنها ملك للأرض حارسة أو أن للسحر في هذا الجمال. كانت للشاعر محمود دسوقي بعد المحاولات للانتماءات الحزبية للتأطر الحزبي هنا وهناك، ولكن هذه المحاولات لم تطل. يظهر بطبيعته كشاعر وكشاعر متمرد الشعراء يحبون الحرية. وكنت كم سجوني وسجنت مرات، أنا مرة واحدة سجنوا فلتوا سجنوا طلوا اثنان، هذا واحد أقسم بالله العظيم بضرب البوكسات عيني هاي راحت، واحد العينين شوي من ضرب البوكسات. يبقى الشاعر محمود دسوقي بتربطني في علاقة قديمة، وإحنا بكينا في المدارس الابتدائية والثانوية. نعم. علاقة قديمة جدا جدا قبل ما التقينا للأدب والشعر وإلى بعد الشعر محمود دسوقي لما راح مدرسة ثانوية راح كمل دراسته الثانوية في الناصرة مش في الطيبة، أنا قريت في الطيبة خلصت الثانوية وخلصت في الناصرة. هو في الناصرة هناك بدأ يكون شاعر،
يكتب شعر. هسه خلص التعليم الثاني هناك ورجع هون على الطيبي، وبدأت احنا العلاقات علاقات قديمة، وبدأنا نلتقي بشكل دائم ومكثف حول القضايا. وهو الحقيقة يعني يعتبر شاعر من شعراء الرواد الوسط العربي، العرب الداخلي يعني من الرواد. ممكن تطلع على شعره من 56 في سنة 56 أطلع ديوان شعر وانطلق بعدها واستمر حتى هاي اللحظة. نعم هذا كان حافظ سيرتي هلالي وزير سالم وزير سالم وبعرف بيش وبدري ايش. كنا بهالليل نقعد جنبه هو يبدا يقرا لنا بهاي القصائد اللي حافظها عن غيب واحنا ننصف. بعدها انا هذا الامر اعجبني فبدات احفظ هذه القصائد اللي كان يقرا لنا اياها عمي. وهاي اول بدايه انا احفظ وبعدين بدايه اول بدايه. انا صحيت انا بالليل هيك بتطلع مش حد شايفني وين راح؟ شو في وين هو وين؟ كنت أشوف طلعت له قاعد بالصالون وحامل هالقلم وقاعد يكتب. أنا خلص عرفت قلت أكيد قاعد يكتب شعر يعني، فلا حكيته ولا إشي. رجعت محلي. نعم كنت تعرف مسبقا إنه كان يكتب قصائد؟ طبعا أنا كنت كمان ديوان الشعر كان في بيتنا وأنا ما بعرفش يعني لما كان يجي يعني يطلبني. وبعدين بغزة وملك الشعر الوطني هناك يا بحر غزة ما عهدتك شافيا لكن موجك كم يئن فأسمعه تبكي رمال البحر بعد أحبة والموج فوق الرمل كم يتوجع. يعني أنت في أحداث مش على خاطرك. أطر يمنع الإبداع كأنما أتخيل ذلك. ذلك أفضل الشاعر مثل الصعاليك في العصر الجاهلي كانوا ينطلقوا من المدينة من الحضر إلى الصحراء بحثاً عن الحرية ومن خلال الحرية بحثاً عن الإبداع. حاول مرة أن يؤسس حزب ووقف في منتصف الطريق. اعتمد كثيراً عمود الشعر القديم البيت والصدر والعجز والتفعيل والقافية والأخرين، ولكن كان له ايضا محاولات لكتابه الشعر الحديث وابدع في الحالين. قام الباب والرعد قاصفي فناديت ليلى افتح الباب انني من البرد يا ليلى وبالباب ارجوك. والحقيقه انه المؤسسات الموجوده في الشارع العربي بشكل عام مرات ترتقي لاشياء عاليه ومرات لا ترتقي. مرات تحتضن أدباء وشعراء ومرات لا تحتضن. والمؤسف إنه شاعرنا ولا مؤسسة احتضنته مشت فيه مع الآخر. ما هي الأسباب؟ الأسباب إنه الفكر تبعه وطني قومي. نعم. وهي المؤسسات ممكن في عندها تحفظات في هذا الموضوع. كانت أخوي تعلم شخصية متعلم بأريح، فلما سمعوا إنه محمود تسوقي فقالت أنا سامعة فيه. فتشت الكتب يعني أغراضها اللي معها كانت عروس جديد لهي لقت ديوان شعر له طالبة مهديت إياه. حلو. فأنت تفخرتي بهذا الإشي. كنت أدرس، ما أنا كنت وقتها مش بناء يعني بناء في رمضان. قولي لنا محمود دسوقي شو أهم الصفات الحلوة فيه؟ والله هو يعني قلبه طيب يعني كتير قلبه طيب يعني. عصبي؟ عصبي بس أنا ما بحوجي إنه يصير يعني يتعصبن، بعرف يعني إنه ما أخليهوش. أما لما يتعصبن خلص بعرفش يعني هذا أنا بعرف يعني طبعا. في هاي المرحلة بصدد إن نعمل مجموعة كاملة للشعر. نعم. لما أطلع بفوق 14 ديوان شعر وهي مش موجودة بين يدين الناس لأنه نطلعها زمان. نعم. فهسا إحنا أخذنا موقف إنه نطلع له المجموعة الكاملة. نعم. ونوزعها في المؤسسات في الجامعات مشان يكون موجود في كل موقع ونحافظ على هذا التراث الأدبي الرفيع اللي
الشعر كنت سوفي مارس. نعم. هاي خطوة احنا نشتغل عليها الحمد لله، وإن شاء الله سنوفق فيها وسننطلق إلى الآن. شعر محمود بفن النظم معمود، وقافية له ترنو، قصائده هي الجود، تفاعيل ينضدها هي الأوتار والعود، فصدر البيت ترصيع وعجز البيت مشهود، يراع في ذرى وطني لخوض الشعر مولود، بيوم الأرض موال وبالإلقاء منشود، فلسطيني ومعتقل وبالإصرار جلمود، فعين الشك تركبه ويحيا وهو مرصود، عصامي ولا يرضخ ولو بالحبل مصفود، برأس الركب مقدام دسوقي نعمة محمود. كيف شوف كيف بلاقي أحفاد ومبسوط عليهم؟ مبسوط عليهم بس مش بيقولوا له سيدو أنا مين أنا سيدي طلعني. بيحكوا بالمدرسة سيدو الشاعر؟ بقولوا الكبار. نعم. في بيعرفوا إنه هيك. تيجيك رد ما أنت لسيدك ولا لمينتك تطلع. حلو. طالع لسيدك بيعرف يعني الطلاب. كل كلمة بتحب توجهها لأهل الطيبة بالنسبة للشاعر؟ والله يعني بقول إنه ابن بلدكم لازم يظهر، يعني ما عارفة، وشعر يعني لازم يدرسوا بالمدارس. ولمن إلى العرب انتسب وعمى الديار المسلمين، كل الحقيقة لا تهب، هل أنتم جيش النبي؟ لا بل جيوش أبي لهب، هل أنتم خير البرية؟ لا وربي يا عرب، بالأمس كنا أمة شهدت لها تلك الحكم، صنعت تراثا من ذهب، فسل التراث وما كتب، سل خالدا هزم الجيوش فما استكان ولا انسحب، وأبو عبيدة بثليث في المعارك ما هرب، واسأل صلاح الدين عن حطين يبئك العجب، سل ناصرا يوم القنال فقد تسجل بالذهب، قد حطم الأسد العجوز فر مقطوع الذهب، واليوم نحن فلا تراث ولا جدود ولا نسب، مثل العبيد نخاف من ضرب السياط ومن ضرب، ونلذ في حضن الغريب فلا حياء ولا عتب، ونداس في كعب النعال فلا حراك ولا طلب، أترى يضير الشاتين ذبحت إذا كتعت رب، يا نائمين على الخنا ظهر المسيح المرتكب، عبد الناصر أتيتم إلحاده بشعاب مكة في رجب، فصلبتموه على الطريق على هلال كشب، عرج على أرض العرب واجمع كثيرا من حطب، واحرق بها الشعب الخنوع ودعه يأكله الذهب.